القسم الثالث ما هو؟ القسم الثالث يا أخي أنت ولا هو؟ تعرف؟ أنت من أنا؟ نعم من هذا الكتاب تعرف؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم لماذا ندرس التوحيد؟ مهم جدا. الآن لو معك جوال أعطيني هو أعطيني ما عليك لا تخاف أرجع بإذن الله. فهذا الجوال الجهاز جهاز متطور متقدم آيفون. أنا أفتح هذه الماء الآن ما عليه وأصبها كذا وأشرب مالك. هذا لا يستطيع يتحمل يرى هذا الموقف يسحب من الجهاز صحيح أو لا؟ صح؟ لماذا؟ يقول لماذا أنت تشرب في هذا الجهاز؟ هذا الجهاز صنع لشرب الماء؟ لا. صنع أدق به؟ لا. هذا صنع للاتصال. طيب والذي يصنع غير هذا يشرب بالجهاز ما نقول عنه مجنون صح؟ أو سفيه يجب أن نحجر عليه يعني نأخذ من الجوال ويقول امشي عند السلطان هو يحاسبك صحيح؟ طيب أنت خلقت لماذا؟ لتلعب؟ لتأكل؟ لتشرب؟ لتنام؟ إذن خلقت لغاية وهي العبادة. إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون مثل الذي يأخذ الجوال ويصب على الماء ويشرب. ولهذا إذا اشتغلنا في هذه الدنيا بعبادة الله والله نسعد. ولهذا الكل منا يتمنى أن يأتي شهر رمضان. لماذا؟ لأن تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر، مع أن في رمضان أكل قليل ونوم قليل وعمل كثير وصيام وقيام وقراءة قرآن ودعاء صحيح؟ لماذا ترتاح في رمضان؟ لأنك تسخر هذا البدن فيما خلق له ترتاح، ومجرد انتهى رمضان ممكن تتعب. ولهذا بفضل الله لا تسبع أن أحد من أهل الإسلام دخل إلى المسجد الحرام مسجد نبوي أي مسجد من المساجد وانتحر، ما تسبع إلا نادر والنادر لا حكم له. لكن تسمع ملايين الأشخاص ينتحروا أين؟ في الملاهي والمراقص والأماكن يدعي فيها هؤلاء أنها أماكن للراحة. حتى أن بعض الدول عندكم عرفت بسياحة الانتحار، اجتمع الاتحاد الأوروبي ومنعوا هذه الدولة من السياحة، قالوا ممنوع فقط الانتحار من كان من هذه الدولة. نعم. وعرفت بعض الدول الغنية في أوروبا بماذا؟ بكثرة الانتحار. لماذا؟ لأنه سخر هذا البدن في غير ما خلق له. إذا خلقت لغاية وهي التوحيد، إذا اشتغلت بهذه الغاية والله سعدت. شيخ الإسلام رحمه الله أدخله السجن ظلما. تخيل أن أنت شيخ إسلام وأدخلوك السجن وأردت أن تكتب من السجن رسالة لأمك، إيش تكتب؟ تقول ظلموني حكام كذا كذا صح؟ وأنا شيخ إسلام. هذا من السجن يكتب رسالة لأمه، كتب في أول رسالة بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا أين؟ في السجن. لو خرج إيش يقول؟ أراد أن يكتب رسالة لإخوانه يعني لطلابه من السجن، كتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث. هو قال رحمه الله قال المسجون من سجن عن ربه. عرفت من المسجون؟ من سجن عن ربه يعني لا أعرف التوحيد والله أعلم.